أشاد مواطنون بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لزيادة انسيابية الحركة المرورية على الطرق الرئيسة في المملكة، والتي كان من ضمنها افتتاح المخرج الذي يصل قرية بوري بشارع الشيخ خليفة بن سلمان. وكانت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قد افتتحت مؤخرا مخرجا من قرية بوري إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وذلك لتخفيف الضغط المروري الحاصل على المنطقة وخلق منفذ جديد للأهالي وتسهيل التنقل وتحقيق رغبات الأهالي لسهولة وصولهم للمنشآت التجارية والسكنية في تلك المنطقة. أنا كل يوم أجي صالة هنا تمرين أتدرب، وهذا الشارع حن ضبطوه كامل استوى محترم، الأول وايد زحمة فيه حن ما في زحمة كلش، وايد زين. ما قصرت يلا، قبل كان الزحام وايد يوصل تقريبا لرندبوت يوصل الزحام، ما قصر يعني ولي العهد والله يطول في عمره يعني قصر على الزحام، والحمد لله يعني حماشي السير من أحسن ما يمكن، يعني ما يخالف إلا بتروح مليت حمد الحين حتى ما تاخذ حتى يمكن دقيقه او دقيقتين حق اللفه اليمين حق مدينه حمل. بخصوص المخرج اللي سواه على دوار سمو ولي العهد، سرع حركه السير، خفف الازدحام على الدوار، وهذا الشيء احب اشكر سمو ولي العهد على اهتمامه وحرصه على راحه المواطن واهتمامهم في حركه السير وسرعتها. أنا متردد على ذي الشارع دائماً وأشوف يعني من أحسن ما يكون يعني سوى سهولات وشال الصعوبة اللي كان في الشارع، كان ازدحام كثير يصير شاله يعني، ومن هذا المنطلق حبينا نشكر سمو ولي العهد على هذه البادرة، مو بغريبة عليه يعني، أهالي المنطقة كلها يشكرونه على إزالة الازدحام الصباح اللي يصير. شبه يوميا اطلع من هذا الطريق الجديد اللي هو يربط بين بوري وشارع الهايوي، ووفر لي جهد ووقت طبعا 90 درجة فرق عندي. كنت اخذ على طريق مستشفى الامل ساعة الى ساعة ونص في الزحمة، الحين اخذ دقيقتين واطلع الهايوي، ووفر لي وايد من الوقت وايد من الوقت، وأشكر ولي العهد على رعايته لهذا الأمر ووزارة الأشغال، وعساهم على القوة إن شاء الله. طبعا من سكنة منطقة عالي، وأستخدم هذا الشارع باستمرار من انفتاحه لحد الآن، يعني في اليوم تقريبا يمكن 3 مرات أكون على استخدام هذا الشارع، وخفف عنا واجد بالنسبة حق الازدحام اللي صاير على دوار بوري، وإن شاء الله بعد المساعي الجاية تكون أكثر، يفتحون لنا شوارع أكثر، ونشكر اللي قاموا على هذا الأمر وبالأخص ولي العهد.